بعد أن شهدنا كامل الإثارة في التصفيات التمهيدية والنهائية لبطولة التزلج على اللوح في الجادة، دخلنا إلى معترك التحدي الأكبر والأكثر سخونة على ميدان التزلج في الإمارة الباسمة. هنا الجادة، المسرح العالمي الذي يستقبل كبرى البطولات الدولية التي تحظى بمتابعة الملايين. وعبر الأسبوع الثالث كنا على الموعد في المدينة الرياضية لمتابعة المنافسات الشيقة بين أبطال العالم للوصول إلى المسرح الباريسي في 2024. بطولة الحديقة والتي تعتبر الأكبر والأهم والأضخم في العالم، تابعها الآلاف من عشاق هذه الرياضة حول الكرة الأرضية، وكانت على قدر المنتظر منها. فقبل ساعات من بداية المنافسات التمهيدية وربع النهائي، كان اللاعبون واللاعبات يتواجدون من أجل التمرين وإجراء عمليات الإحماء والتعرف على المتزلجين وكسب الخبرات منهم، بالإضافة لمتابعة أحدث الألواح والتقنيات الجديدة في الاستعراض وجذب الأنظار ورفع المشاهدات على منصات التواصل الاجتماعي. الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس إدارة شركة أرادا للتطوير العقاري حضر إلى ميدان الجادة لمتابعة التحدي بنفسه وتتويج الفائزين باللقب العالمي على مستوى الذكور والإناث، وهو أمر ليس بالغريب على الشيخ سلطان بن أحمد الذي يعتبر صاحب الأفكار الإبداعية المتجددة في خلق منافسات وبطولات وتحديات جديدة على الساحة الرياضية الإماراتية، وهو رجل رياضي وداعم لمجال السياحة الرياضية التي تضيف الكثير لإمارة الشارقة، وهو ما يضعها كذلك على خريطة التفوق الرياضي من خلال البطولات المستحدثة والمسابقات العالمية الفريدة من نوعها، والتي بدورها تجذب الأنظار إلى الإمارة الباسمة وتضيف لها الكثير على مستوى الثقافة الرياضية. شركة أرادا تساهم في نمو وتطوير الحركة الرياضية عبر مرافقها، حيث تتبنى الفعاليات الرياضية المجتمعية لتسهم في الترفيه عن الأسر والعوائل والشباب. ويعتبر هذا الميدان الخاص الذي عشنا معه أجمل اللحظات على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية متنفسا لعشاق رياضة التزلج على اللوح. كافة الأصداء التي لمسناها في هذه البطولة كانت إيجابية جدا، وضعت هذه الرياضة كانطلاقة من إمارة الشارقة في هذا الميدان الذي تم إنشاءه عالميا بمقاييس عالمية في مشروع الجادة، ليكون إن شاء الله محطة
لتتويج مسابقات قادمة بإذن الله. هذه هي أهم الأهداف التي تضعها شركة أرادة في تطوير مشاريعها، وهي إضافة مرافق اقتصادية رياضية سياحية تستقطب كافة شرائح المجتمع، وبشكل أساسي تهدف إلى خدمة الساكنين والزوار في هذه المشاريع الضخمة. المنافسة كانت شيقة جدا، استمتعنا فيها في تغطية هذا النهائي، كانت عالية المنافسة، هنالك كان لاحظنا هنالك عزيمة شديدة وحماس لدى اللاعبين للوصول إلى أولمبياد باريس باعتبارها أحد أهم الاستحقاقات في هذه اللعبة. فوارق عديدة بين بطولة الشارع التي أقيمت في الأسبوع الماضي وبطولة الحديقة التي كان مسرح ختامها في الجادة عبر هذا الأسبوع. ففي الحديقة الساحرة ترتفع نسبة التحدي ونصل إلى المستوى الاحترافي بين المتزلجين على الألواح، حيث تزداد مساحة الاستعراض بشكل أكبر ويمنع فيها الوقوع أو الانزلاق، وهو ما رفع من حدة المنافسة بين الأبطال الطامحين في الوصول إلى منصة الأولمبياد. So for Championship Street, there's open qualification, there's quarterfinals, there's semifinals, and there's finals. For open qualification and quarterfinals, the format is 2 45-second runs, one run counts. For semifinals and finals, the format is 2 5-3, and what that is 2 runs, one run counts, 5 best tricks, 3 tricks count. Those scores are tallied to make your final score. بوجود 191 مشاركا في بطولة الحديقة، كانت أجواء البطولة بشكل عام عالية السعرات وكبيرة الاشتعال بين المتزلجين، فالتوتر كان واضحا على الجميع رغم اعتلائهم لألواحهم ووصولهم لأمتار قليلة في الهواء وكأنهم يطيرون في السماء متحدين الجاذبية الأرضية. وبالتالي حظيت المنافسة بروح ندية كبيرة أسهمت في وصول التحدي إلى ذروته عبر أيامه الأخيرة. قبل يوم من الختام اشتد التنافس بين المتزلجين الشباب والشابات على حد سواء، حيث تقدم المتسابقون 28 الأوائل إلى ربع النهائي لينضموا إلى 4 رياضيين تم تصنيفهم مسبقا بسبب تصنيفهم الأولمبي العالمي للتزلج. ثم تم تقليص المتزلجين من 32 إلى 16 في الدور نصف النهائي، وفي النهاية تأهل 8 منهم للنهائيات. وخلال تلك المنافسة سجل البرازيلي أغوستو أفضل معدل
أقل من النقاط بحصوله على 88.7، ولكن رغم ذلك لم يستطع الفوز باللقب بعد، فأفضل 8 معدلات حسموا أمر تواجدهم في النهائي. بوصولنا لليوم الختامي والنهائي من تحدي التزلج على اللوح لفئة الحديقة، كنا على الموعد مع نخبة من أفضل 8 متزلجين، تفنن كل واحد منهم في استعراضه ومسابقة الزمن لحصد أكبر قدر ممكن من النقاط، ولكن الفوز في الختام كان من نصيب الأمريكي جاجر أيتون بعدما حقق المركز الأول بمجموع 93 درجة، فيما حل البرازيلي أغوستو أكايو ثانيا بمجموع 92 درجة، وحصل على المركز الثالث البرازيلي بيدرو باروس بمجموع 90 نقطة. فوارق ضئيلة بين كل متسابق أكدت على قوة المنافسة، غير أن الأمريكي كان صاحب الحظ الأكبر والذي انبهر بمدى روعة الميدان والأجواء بالشارقة. Thank you so much. Yeah, I'm really fortunate. Really fortunate with the way it ended today. I mean, all those dudes are the best in the world. World Skate's done a great job. I don't know if anybody knows, but I've been here for 2 weeks. I also competed in street, and yeah, to take home the park win is just it's an unbelievable feeling. I'm very fortunate. Yeah, the importance of this contest is that it's the first World Championships going into Paris. So Paris Olympics, this is the first contest going in. It holds a lot of points, and basically the way that we get into the Olympic Games is we for a year and a half straight we stack points, and so to start the first run, the first contest off with the amount of points of winning is just it's kind of a relief. It's a lot, it's a weight off my shoulders, and yeah, again, I'm just incredibly grateful. العنصر النسائي كانت لهن بصمة خاصة، أشعلن التحدي بألواح تزلجهن وأطلقن روح المنافسة على الميدان العالمي، واستطاعت البريطانية سكاي التألق في ربع النهائي بحلولها في الوصافة، ثم تصدرت مرحلة نصف النهائي وقادت حملة الصدارة حتى المشهد النهائي لتفوز سكاي براون بالمركز الأول بمجموع 90 درجة، فيما حلت اليابانية كوكونا هيراكي في المركز الثاني بمجموع 86 درجة، بينما كان المركز الثالث من نصيب اليابانية الأخرى ساكورا يوسوزومي بمجموع 85 درجة.
Sharjah is really cool. Like, you know, I never thought I'd be here in Dubai, so it's really cool and so stoked to be back with everyone, you know, and so stoked to be on the podium with the girls again, and yeah, sick. No, it's definitely pretty tricky because the level has increased so much, especially like since last year and since the last comp. There's so many like amazing girls now, and it's so cool to see. And yeah, definitely, I was like, oh, like, you know, these girls are so good, you know, spinning fives every time. Like, oh no, but yeah, I just wanted to enjoy and have fun, and yeah, I did. بإقامة هذه البطولة العالمية نتأمل أن تنتشر ثقافة هذه اللعبة على أرضنا العربية، فهي تضيف الكثير من المتعة والتنوع في مجال الرياضة، والإمارات على وجه الخصوص فهي بلد التنوع الحضاري والثقافي وحتى الرياضي. ومع هذا الميدان الخاص يمكننا أن نستمتع بألواحنا وممارسة اللعبة بكل سهولة. خلال تواجدنا هناك قابلنا العديد من الشبان المواطنين والعرب الذين بدأوا بممارسة هذه الرياضة، وكانت لديهم تجارب خاصة ومشاعر سعيدة عبروا عنها خلال تواجدهم بالجادة. بديت قبل سنة ونص بمدينة اسمها كونستانس، مدينة صغيرة بألمانيا. كنت أدرس هناك سنة بألمانيا، وكان عندي ميني رامب صغيرة بيم بيتي، فاشتريت لي سكيت بورد وبديت أسكيت، ويعني كان أحسن ديسيجن سويته بحياتي. والله اليوم جت ويا أمي، ويعني ما أعرف شو أقول. والله يعني الأورجنايزيشن كان كلش حلو، والناس كلش حلوين، والسكيورتيز كلش يعني طيبين، ويعني احسن كومبيتيشن شفته بحياتي، واصلا يعني exciting. So skateboarding is fun. I really enjoy it.
It's awesome. So I've been skating from, it's been 6 months since I started, and I'm really loving it. It's so cool. And after all, I really love the sport. Yeah, Al Jadda is really fun. It's really good for like new skaters and everything. It's so awesome because this park, I think it's been made in, I don't know when it's made, but like it's really fun. This park, everything, it's so good. And like Olympic, he designed this, Keegan Palmer, and it's really awesome. They have like levels for beginner, intermediate, and expert. Everything, it's so cool. قبل سنتين وبدأت عشان هالحديقة هي. أنا كنت هني أول ما بديت وحين بخلص هني وعن الأولمبيات الحين هني وايد حلوة عشان ما كان في شيء أي شيء في الإمارات نفس شيء في حياتنا هاي أول مرة نشوف شيء شيء أكيد كان في صعوبات في كل رياضة في صعوبات تعورت وايد وقمت وايد وأحسن شيء في الرياضة إنه تشوف تعرف على وايد ناس وتعرف الحين وايد ناس لازم الهلمت والنيبادز والألبوبادز ومرات في ناس يحطون ماوث جارد عشان ها بس عشان ما تتعوروا. مشاهد معبرة ومنافسات عشنا أجمل لحظاتها خلال الأسابيع الماضية في تحدي الجادة للتزلج على اللوح في الإمارة الباسمة، بطولة أخرى تضاف إلى رصيد الشارقة في تنظيم الأحداث الرياضية وإخراجها بصورة عالمية، تؤكد على قدرة الإمارة في تفعيل دور السياحة الرياضية لكسب رصيد عالمي من الشهرة على خريطة العالم. مع وداعنا لهذه النسخة نتأمل أن تتكرر مرة أخرى في السنوات المقبلة على أمل أن نشاهد بطولات عالمية أخرى في المدينة الرياضية.